ايه قبل مباراة مازيمبي؟ شفت مباراة مازيمبي الأولانية ازاي؟ الأول اسمع رأيك فيها كده إجمالا، مش عايز أتكلم في تفاصيل كتير فيها، لكن عايز أشوف رأيك في العرض اللي قدمه الأهلي، وخصوصا بعد ما كان فيه كتير من التشكيك في قدرات الأهلي على المستوى الإفريقي، هجوم على مارسيل كولر، هجوم على بعض أسماء اللاعبين، بقى لأنه البعض راح، لأنه نص الفرقة ماشية بعد نهاية الموسم. لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يعني عايزين نقول مثلا النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان في، مش هقول لك ده طبيعي في الكوره ان انت ممكن يحصل هزه كده في مباراه في مباراتين، الاداء يتهسر بس بنتيجه ان في ضغط ماتشات، ربنا يكرمهم يعني ويحطوا جدول كويس في الدوري عشان يرحم اللعيبه المصريه بالعموم. دي حاجه، ضغط الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، والاهلي بيجني ثماره في الفتره دي، عشان كده في الوقت ده هتلاقي النادي الاهلي بيعاني من حته ضغط الاصابات الماتشات وضغط الماتشات وسوء الاداء كمان، ده بيأثر في الفتره الاخيره. هل العرض بالنسبة لك كان مرضي؟ يعني سيبك من النتيجة، لأن النتيجة ما فيش خلاف إنها اول مرضية. لا، النتيجه عامه انا كتبت على صفحتي حتى على الفيسبوك، ان قلت الناس سلاح ذو حدين، دايما حتى ما نفرحش بنتيجه التعادل السلبي، ليه؟ لان انا بشوفها دايما من وجهه نظر انا ان هي ميزه للفريق اللي اللي هيجي جاي عندي عليه. الضيف اكتر ما هي ميزه ليا. القصه كلها ان انا خلصت بس الشوط الاولاني باسوأ ما فيه، من ملعب نجيل صناعي لضغط جماهير زي ما احنا شايفين الملعب متقفل، الحاجات اللي احنا ممكن نقابلها في افريقيا النادي الاهلي برضو قابلها قبل المباراه، وحصل برضو يعني الى حد ما برضو زي ما بيقولوا كده ايه، بناوش معاك بحيث ان انا اخرجك بره تركيز المباراه. الحاجات دي كلها احنا بنشوفها والنادي الاهلي متعود عليها دايما في افريقيا، دي حاجه انت خلصت منها. نيجي بقى لتركيزنا بقى للمباراه اللي جايه. الماتش الاخير مستر كولر كان بيلعب بتوازن واضح جدا. ليه؟ انا بجبرك ان انت تلعب بلعب انا مش بلعبك انت. يعني في وقت ما كنت بجبر ان انا اضغط على كانت الناس مغامره اللي من كولر. يعني انا الحقيقه انا شخصيا ما كنتش متوقع ده من كولر. لما تبص للاسماء اللي ابتدى بيها المباراه، على قد ما هي لقت استحسان، يعني كل الناس اللي انا كنت متفرج معاهم قال لك ايه ده؟ مبتدي بتشكيل، عارف الكلام اللي حصل بعد ماتش الزمالك مثلا، هو ما ابتداش بتشكيل الشوط الثاني ليه في من اول مثلا يعني. لما ده هو ده دارج على طول. كنا متوقعين شويه انه يبقى في تحفظ من مثل، لقينا بيغامر بنص فرقه تقريبا اول مره بيلعبوا مع بعض من فتره طويله جدا، واضح على اختياراته انها ليها طابع هجومي اكتر. كنا فاكرينه لا، البدايه هبقى متحفظه، انا امتصاص الحماس. استشفيت من اللي شفته من التشكيل عامه، اي من وجهه نظر مستر كولر ان هو زي ما بقول كده اضرب على الحديد وهو سخن، ممكن تجيب نتيجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لو ما بغتش الفرقه دي مش هقول لك هاجمت بكل تقلي، لان هو ما هاجمش بكل تقلي. الدليل على كده ان هو منزل نص الملعب بتاعك في توازن، يعني انا مش منزل نص الملعب في شكل هجومي اللي هو مثلا زي الفتره اللي فاتت كنت بنزل قفشه مع السوليه، فعندي اريحيه هجوميه كبيره يعني او بنسبه كبيره في نص الملعب، ادوار هجوميه ادوار اكتر منها هجوميه اكتر دفاعيه. منها دفاعيه. بالعكس انا الماتش ده مدي ادوار دفاعيه اكتر منها هجوميه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو بيقول انا اتفرجت على فرقه مازيمبي قبل المباراه، ودي وجهه نظري برضو، انا بحس ان هو يعني استنتجتها برضو، ان هو كل ما اجبر المربع اللي ورا بتاع مازيمبي انه يلعب كور طويله وما ما يستحوذش بنسبه كبيره في نص الملعب، ده هيخف الضغط عليا في نص الملعب بتاعي، وهيخف الضغط عليا برضو في قلب الدفاع بتاعي. ليه؟ لان انا عندي رامي ربيعه وعندي عبد المنعم، وخلينا نتكلم في عبد المنعم ان هو مميز في الكور الطويله وبيقدر ياخد الكور وبيعرف يغطي ورا يزيد ويكمل، بيعرف يغطي، خلينا في التغطيات الدفاعيه اكتر، انه بيعرف يغطي ورا زمايله بشكل كويس. بس خلينا نتفق برضو انه مازيمبي ارهق دفاع النادي الاهلي. ما هو اكيد طبعا اكيد، يعني تالق شوبير الحقيقه في المباراه دي برضو كان عامل مهم جدا في خروج الاهلي بنتيجه لازم سلبيه. هيحصل، زي ما انت قدرت توصل، زي ما هو انت قدر قدرت يوصل، توصل هو قدر يوصل، ويبقى عندك فرص مؤكده، هو كمان قدر يوصل ويبقى عنده فرص ما مؤكده. هو اي حاجه، اي طريقه انا ممكن العب بيها او اي اسلوب ممكن العب بيه لازم هيبقى ليه ثغرات او ليه سلبيات. سلبياته ان انا دايما الكور الطويله اللي هتتلعب في ظهر المدافعين بتاعتي
وخاصة مش هقول بقى عمق الملعب، لا هو ممكن يبقى ليه رتم معين، هو بيوزع الكور الطويلة على الجنبين. ليه؟ لأن أكيد اتفرج على فرقة النادي الأهلي، فعنده أكتر مكانين ممكن بيهاجموا فيه، هو الباكين بتوعي علي معلول ومحمد هاني أو أيا كان بيلعب في المكانين دول على طول باستمرار في حالة هجوم. فإذن المساحات اللي وراهم على طول دايما فاضية، أقدر ألعب فيها كور طويلة، وده كورتين غالبا الكورتين اللي جم في صدهم مصطفى شوبير من خلال واحدة، وغالبا الاثنين من ورا محمد هاني. يعني فيهم واحدة اتلعبت في ظهر محمد هاني اتردت بالعرض والراجل حطها، مصطفى شوبير طلعها. دول الكور المميزة وغالبا هو كان بيعتمد عليها. واغلب اللعب كنت على طول هتلاقي وسام بيضغط وعبد القادر بيضغط معاه الناحية التانية، رضا سليم، فكانوا لما التلاتة بيضغطوا دايما تلاقي كور طويلة ما تلاقيش في العمق، هتلاقي دايما على الأطراف. أول ما بتديله بس مساحة في نص الملعب، واحد من ثلاثي نص الملعب بيكسل بس سنة، نتيجة طبعا أرضية الملعب مش اللي هي، الأجواء، ردود فعل الملعب نفسه. لعبت في قبل كده؟ لا ما لعبتش. فالطبيعي ان انا هي اجواء مشابهه، لا لعبت في اجواء مشابهه زي كده. يعني في اغلب ملاعب، يعني مش هقول لك اغلب ملاعب افريقيا زي كده، بس الضغط بتاع افريقيا كله مشابه لبعضه. فلما بيتاخر حد من الثلاثي بتاع نص الملعب ده، دايما كنت بتظهر بتلاقي حد من اللي هم بتوع نص الملعب بيظهر بيستلم الكوره، ومع ذلك ما بيلحقش ياخد وقته ان هو يستلم ويعمل استحواذ اللي هو كان فرقه مازيمبي كان بتعتمد عليه بشكل كبير. صحيح. في الماتشات اللي احنا كنا بنشوفها المازيمبي.